بصوا يا جماعه الكوتشي ده مقطوع عامل ازاي، ان شاء الله زحر راح هنحوله من كده لكده. بفضل الله حولنا الكوتشي من المنظر اللي كنتوا شايفينه المنظر ده، تعالوا شوفوا ازاي الكوتشي مقطوع يا جماعه. وعايز اقول لكم لما بوديه عند الراجل يخيطه بيرجع يتقطع مره تانية، ويبقى شكله كمان مش حلو نتيجه الخياطه. لما حاولت الزقه بالكله برده بيرجع يبوظ تاني، لحد ما ربنا الهمني كده بطريقه. الطريقه دي جابت من الاخر وحافظت على الكوتشي. وعايز اقول لكم ان الموضوع ده انا يعني متكرر معايا كتير، وبضطر اشتري كوتشي كل فترات قريبه، فالموضوع ده الى حد ما وفر معايا جامد جدا. فشوفوا كده معايا الطريقه، والطريقه دي والله يعني الهام من عند ربنا. انا حتى دورت كتير على اليوتيوب على طريقه ما لقيتش طريقه، لكن الطريقه دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا ينفع بيها باذن الله. بنيجي على الكوتشي كده يا جماعه يكون نظيف تمام، وبنملاه كده بمسدس الشمع بالشمع، وباجي على الاطراف كده بحشيها كويس بالشمع. بتيجي كده على رجل اي ترابيزه عندك او رجل اي كرسي، وتحطي وتحطيها جوه الكوتشي علشان تثبت معاكي اللزق بتاعك نص ساعه باذن الله، ويبقى تمام. ويفضل تلبسيه تاني يوم، وهوريكي شكله بعد ما يخلص لكده. بفضل الله حولنا الكوتشي من المنظر اللي كنتوا شايفينه المنظر ده، تعالوا شوفوا ازاي.